بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم في الدرس الأول من إنشاء تصميم بلوجر. طبعا بستخدم تصميم بلوجر عن طريق استخدام الفوتوشوب. الفوتوشوب هذا لإنشاء صفحة بلوجر. هنا بنشئ أول شيء صفحة جديدة، بخلي مقاسات 900 و2000 والريزوليوشن 72 والصفحة الخلفية هذا الأولي. طبعا في كل صفحة تصميم تحتاج إلى رأس وشعار، قسم حق الشعار، قسم اللغة الرئيسية والفروع وهذا. طبعا أنا بعطيها مسميات. طبعا قبل هذا بس بنشئ أنا أربعة أقسام، اللي هو الشعار والهيد الرأس الرئيسية وحق الصور. بسميها هذا الأولي شنو؟ الشعار. الثاني شنو؟ الهيدر اللي هو الرأس. الهيدر واللي بعدها بسميه الرئيسية، اللي بعدها قسم الصور. هذا شيء سهل علينا، سهل علينا التعامل الصور التعامل. في كل قسم الآن بنشئ له لاير. ليش؟ لأني أنا بتعامل أبي كل قسم الحالة، حتى لو جيت أغير جيت أعدل ألوان حاجة بلو بضيف أعرف وين أنا، ترى أنا وين ضفتها ترى حق. ليش؟ لأن بعدين أنت بتنقل كود فقط لغير. فرضا الآن بنتعامل مع الشعار، أبي قسم الشعار يكون في الأول هنا، وأبي يكون في البداية يكون لونه أبيض ما بغيره خلاص. الهيدر أبي الهيدر الرأس هذا بحدد له قسم ويكون من هنا هذا، بسوي الهيد وبلون باللون شنو؟ هو باللون الاسود الهيد يصير. اوه سوري، هذا المفروض في الهيدر اللاير حقها هذا اللون الاسود، هذا الهيد. طيب ابي الرئيسية اللي حقت قسم العرض، انا ابي قسم العرض يصير لونها مقارب للابيض. مقارب للابيض هذا. بس اول شيء شنو قبل ما الونها؟ اول شيء احددها. شوف هاك من وين تقدر تحددها، تروح بالاسهم ها تنزل. هذا ابي الونه باللون هذا. الان اقدر انزل، اروح الاسهم، شوف اقدر انزل ها. لا انا ابغى هنا يكون يبتدي من هنا من تحت هذا. طبعا الحين قسم الصور ابي انا بلون ثاني يختلف، اروح قسم التحديد واقول لا الصور يبتدي من الهيدر هذا. يبتدي من الهيدر ويكون لونه هم يكون لونه انا ابغى رصاصي. هذا التصميم بلونه. طبعا هذه
على قوة الألوان اللي تستخدمها تمكنك من إعطاء قوة لتصميم بلوجر. الألوان اللي تستخدمها أنت طبعا هذا يعطيك قوة لتصميم بلوجر. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.